يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه مهمه كالعاده في اطار حلقات هذا الاسبوع المليئه بالعديد والعديد من الاخبار اللي بتخص جماهير النادي الاهلي في كل مكان، واللي بالتحديد تتعلق بالفريق الاول لكره القدم، ويعني كواليس كتيره جدا جدا مهمه وهنتطرق ليها على مدار فقرات مختلفه من حلقه الترند النهارده، بخلاف ان احنا هنتكلم على بعض الامور المهمه على مختلف الاصعده سواء محليا او عالميا، بس الاهم طبعا بالنسبه لنا كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي. دايما بنتواصل مع حضراتكم او بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقه النهارده، وانطباعك الاول عن مارسيل كولر عقب المؤتمر الصحفي ليه، مؤتمر تقديمه كمدير فني للنادي الاهلي النهارده، المؤتمر اللي اكيد حضراتكم كلكم تابعتوه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي الساعه 1 الظهر، واكيد تصريحات ليه كانت مهمه جدا. انطباعات حضراتكم ايه؟ هننتظرها من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد، لكن خلينا في البدايه نبتدي باهم وابرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الاهلي، كولر: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحات الجماهير والتتويج بالبطولات باذن الله. وكمان الفريق يجري قياسات بدنيه وفحوصات طبيه شامله. واخيرا الدوري الانجليزي يعود غدا. يعني امور كتير جدا مهمه بتخص النادي الاهلي، ويعني الناس كلها خلاص مترقبه بدايه المرحله، وهي خلاص المرحله ابتدت بالنسبه على صعيد الاستعداد للموسم المهم، ففي يعني امور كتيره جدا جدا بيتم الترتيب ليها، وفي كواليس كتيره هقول لحضراتكم عليها كمان في فقرات لاحقه من الحلقه، لكن الاهم ان احنا باذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق لفرقتنا في اطار مسانده ودعم مهمين قوي للمدير الفني الجديد كولر، واللي فيه حاله من حالات التفاؤل بالمناسبه، ودايما مش عايزين نقعد نستبق الاحداث، ويمكن اكتر من مره قلنا اصل ده مدير فني ان شاء الله يقدر يعمل حاجه كلام من ده، لكن المره دي يعني حاسس ان الامور مختلفه شويه، الراجل عنده شخصيه كويسه، عنده تاريخ وسي في محترم جدا على الصعيد التدريبي، فان شاء الله متفائلين خير، وباذن الله تكون مرحله مليئه بالبطولات والانجازات والافراح بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. هروح لفصل سريع، بعد الفصل التفاصيل هتكون اكتر بكتير، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده كان مؤتمر تقديم كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، مؤتمر كان دايما متعودين في النادي الاهلي ان المؤتمر بيبقى منظم مرتب جدا بشكل محترم قوي، والاهم من كده زي ما حضراتكم شايفين كم الحضور من الزملاء والاعلاميين لاي مؤتمر داخل النادي الاهلي، اي حاجه بتتعلق بالاهلي بتلاقي حضور كثيف للغايه، الكل بيبقى عايز يبقى. بالمناسبه كنت النهارده موجود في مؤتمر الصحفي، وبحب دايما اقرب من الصوره بشكل اكبر عشان احاول انقلها لحضراتكم، يعني الانطباعات مبدئيا كانت جيده، لكن قبل ما اتكلم على حته الانطباعات، اكتر حاجه ملفته دايما بنشوفها في مؤتمرات النادي الاهلي اولا الاحترافيه والتنظيم والمظهر الرائع والتنسيق المميز، وكل واحد معروف دوره، مين هيتكلم، مين مش عارف ايه، مين هيقول كلمته، الاسئله بتاعت الصحفيين بشكل منظم جدا مثلا عن طريق الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، الامور ماشيه بالشكل المنسق اللي احنا عارفينه دايما من خلال النادي الاهلي، فحضور كثيف كالعاده، وده بيعكس بشكل كبير جدا مدى قيمه النادي الاهلي ومدى قيمة مؤتمراته الصحفية اللي من خلالها بيتم الإعلان عن كل شيء رسمي بيتعلق بالنادي. النهاردة أمر كان مهم جدا تقديم كولر المدير الفني الجديد السويسري، اللي إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في حضور طبعا كل أعضاء جهازه المعاون زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة دلوقتي، واللي لمسته انا يعني كنت رحت النادي حضرت المؤتمر وجيت من بره على القناه هنا عشان الحلقه دي، اللي لمسته ان الانطباع جيد عند كل الحضور، الزملاء الاعلاميين بعض اعضاء النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه في النادي، الناس مبسوطه بس دايما بينتظروا ان شاء الله ان الشغل يبان في الملعب، وينتظروا ان الاهلي يكون يعني بيظهر بشكل جيد، والاهم دايما زي ما قال كولر الاهم انك تكسب، ودي رساله مهمه قوي هتطرق ليها دلوقتي، لكن قبل ما اتكلم على الكلام ده عايز اقول
عن او اعلق عن حضور الكابتن محمود الخطيب للمؤتمر، مش عاده الكابتن محمود الخطيب بالمناسبه، يعني برضو مؤتمر سواريش انا كنت موجود، واكيد اتنقل لحضراتكم برضو في التلفزيون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ما كانش موجود الكابتن محمود الخطيب، لكن حرصه على الحضور النهارده ده ليه دلالات كبيره جدا، ليه دلالات كبيره جدا، اهمها صعوبه المرحله، اهمها يعني القصه بتاعت ان احنا الموسم اللي فات ما كناش موفقين، فبالتالي رسائل من خلال حضور رئيس النادي للمؤتمر الصحفي ان خلاص المرحله اللي جايه دي ما فيهاش اي مساحه للاخفاق او يعني للتهاون او اي شيء، احنا في بدايه مرحله جديده مهمه قوي، اساسياتها العمل الشاق، العمل الشاق عشان النتائج باذن الله تعالى تكون نتائج ايجابيه. فحضور الكابتن محمود الخطيب النهارده كان مهم وليه معاني كتير جدا في الحقيقه يعني. طبعا بدايه المؤتمر كانت من خلال كلمه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، واللي رحب بكولر وقال له انت موجود في نادي اوروبي داخل قاره افريقيا، واتكلم معاه او وجه له بعض الرسائل المهمه من خلال حضور وسائل الاعلام. في نفس الوقت كولر كان ليه بعض التصريحات الضروري جدا جمهور الاهلي كان يعرفها، ويمكن ابرز شيء لما الناس سالته على الاداء وشكل فرقه النادي الاهلي في الملعب خلال الفتره اللي جايه، فقال لهم يا جماعه طالما احنا هنلعب كويس يبقى هنكسب، بس الاهم دايما ان احنا نكسب، وهي بصراحه هي دي الثقافه بتاعه الاهلي وجمهوره، احنا عايزين نكسب، نفسنا طبعا نشوف الاهلي بافضل اداء، نفسنا نتمزج بلعب الاهلي في الملعب بالفرقه، نتمتع كده نبقى مبسوطين، بس الاهم ان احنا نكسب دايما، دي الاولويه بالنسبه للنادي الاهلي، اكسب وبعد كده الاداء يكون موجود مش موجود مش هيكون ده اللي بالنسبه لك مشكله كبيره، لكن رغم الاعتراف طبعا باهميه ان الاداء يكون كويس في الحقيقه، يعني في الحقيقه احنا بنحب نتبسط بالفريق، لكن في نفس الوقت لو الاداء هيجي على حساب النتيجه لا فالنتيجه اهم بصراحه منتهى الصراحه يعني. لكن تاني انا الحضور يا جماعه مش طبيعي، لا حاجه ممتازه، حاجه ممتازه، هو ده النادي الاهلي بصراحه. تعالوا نروح نسمع شويه كده من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم هنا. Und dass wir das erleben dürfen auch mit dieser Tradition in diesem Verein. ان احنا نقدر نعيش العيشه اللي موجوده اللي الناس كلها موجوده هنا. Wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والاداره اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al Ahly rauszuholen. بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا نلعب نشتغل مع اللعيبه ونطور منهم علشان نطلع احسن حاجه ممكنه للنادي الاهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen, wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen, das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. احسن حاجه طبعا هي الفوز وده اللي هنحاول نشتغل عليه وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الاداره وساعه توقيع العقود حس ان هو فعلا في اداره بروفيشنال شغاله ورا النادي الاهلي. Da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Khatib und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر طبعا اولا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب
وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط ان هو ابتدى ان امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج Okay. Okay. Vorstellen. Ja, ich möchte natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle. Vielleicht schon aufschlagen, oder nicht? Mr. Harald Kemperle. Ist der Co-Trainer, Assistant Coach, ja. Assistant Coach. Dann Yassin Mikari. Yassin Mikari. Video Analyst. Video Analyst. Dann haben wir Sammy, ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein. Yeah. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele, مدرب ال. Den man auch schon kennt im Verein, ja, schon lange hier. معروف. Und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. ومدرب اللياقة البدنية تيتسيان. تيتسيان, ja. تيتسيان دلوقتي حاضر مع الفريق علشان يعمل القياسات والفحص الطبي والحاجات زي كده. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen ist. ومبسوط جدا ان كابتن خطيب حاضر معانا حاليا. Okay. يعني تصريحات اكيد مهمه جدا من كولر واسلوب او الاسلوب المتبع دايما داخل النادي الاهلي بخصوص المؤتمرات حاجه ايجابيه. لو بتلاقي حد مثلا طلع خد المايك بقى وقعد ساعتين ثلاثه يتكلم او حد مثلا طلع وجه رسائل بصوره او باخرى او كلام من ده، لا كل واحد عارف حدوده ودوره كويس جدا وفي شياكه، يعني عارف يعني ايه في شياكه كده في مؤتمرات النادي الاهلي. لازم اقف عند الحته دي بصراحه. وانت لو عايز تقارن ما بينها وبين مؤتمرات تانية قارن براحتك بقى، لكن الصورة واضحة لوحدها. فتصريحات كلها مهمة للمدير الفني، ان شاء الله بإذن الله واحد احد يكون موفق بدعم كمان جماهير النادي الاهلي اللي اكيد مدركة مدى اهمية وصعوبة المرحلة المقبلة. فاكرين اول امبارح بالتحديد، اول امبارح لما اتكلمنا وقلنا يا جماعة خلوا بالكم في هجمة هتحصل على النادي الاهلي ومديره الفني وصفقاته الجديده، فاكرين ولا لا؟ ونبهنا وقلنا خلي بالكم. امبارح برنامج من البرامج حاطط استرابه كده تمام والمذيع بيتكلم مكتوب فيها ايه؟ استياء وغضب شديد من كولر بسبب ارضيه التتش. ده اول حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الراجل لسه جاي بقاله يومين تمام، نزل الملعب يمكن شافوا اللقطات مثلا من خلال شاشه قناه الاهلي، الراجل بيبص على النجيله كلام من ده من غير ما يعرفوا اصلا حقيقه الوضع ايه، فقال لك لا ده الراجل غضبان جدا من ارضيه التتش ومش عاجباه وارضيه التتش بتثير غضب كولر. وبصراحه احنا خلاص بقى اتعودنا على الكلام ده، بس يبقى عيب علينا قوي لو انجرينا ورا الكلام اللي زي ده، لان الناس اللي حضراتكم بتشوفوهم دول والبرامج وانتوا عارفين قصدي على انهي برنامج، وفي برامج ثانيه اخرى بيشتغلوا لمصالح واهداف محدده ضد النادي الاهلي، يبقى عيب علينا قوي لو احنا صدقناهم. واصلا عيب علينا قوي لو احنا بنتابعهم. لان ده واضح قوي قوي ان هو واخد توجه ضد الاهلي. اما الراجل لسه حتى ما
هو حد بيتكلم الماني مثلا فيهم مثلا عرفوا تواصل مع الراجل؟ قال لسه جابوا رقم تليفونه؟ حد من الجهاز الفني قال لهم؟ مستحيل، مستحيل بنسبه 1000000%. لا في غضب من كولر في اي حاجه، ولا في اي مشكله بخصوص ارضيه التيتش اللي اتطورت، ولا في اي ازمه من الازمات خالص. ابتدينا بدري بدري كده اثاره الجدل ومحاوله من محاولات ان احنا دايما نخلق ازمه للاهلي، يلا ندخل في نفس السكه اللي احنا كنا ماشيين فيها واللي احنا بصراحه نجحنا ان احنا خلينا الاهلي يتاثر وجمهوره يتاثر، فبالتالي خليناهم مش مستقرين فنيا ومشينا اجهزه فنيه وعملنا وسوينا. هنفضل بقى في النغمه دي؟ الدور علينا احنا بصراحه بمنتهى الوضوح. واي واحد اهلاوي، اي واحد اهلاوي ينشر الكلام اللي زي ده يبقى ما بيحبش الاهلي من الاخر. هل ده معناه ان ممكن ما يبقاش فيه سلبيات؟ لا، وارد ان يبقى فيه سلبيات عادي، مفيش نادي من غير سلبيات او من غير اخطاء او من غير ايجابيات او من غير كلام من ده. لكن ده احنا حتى لسه ما لحقناش. يعني انتوا حتى لما تيجوا تقولوا حاجه زي كده خليكوا اذكياء. يعني بتكلم هنا رسالتي للبرنامج ده بالتحديد. لما تيجي تقول حاجه زي كده خليك ذكي، اتقل شويه عشان الناس تصدقك. مش اول ما الراجل لسه جاي ما بقالوش يومين، ما بقالوش 48 ساعة، قلت أصل أرضية التيتش تثير غضب كولر. يا راجل كفاية ضحك بقى، كفاية هزار بقى، أقسم بالله مفضوحين، والله العظيم مفضوحين للأسف الشديد يعني. لكن إحنا هنقف للحاجات اللي زي دي، والله هنقف للحاجات اللي زي دي عشان مش هندي فرصة تاني إن حد يحاول بشكل أو بآخر إن هو يأثر على الأهلي. أدي اللقطة الوحيدة اللي بتخص إيه؟ إن الراجل بيبص على الملعب، بيشوف طول النجيلة. وامبارح كان معايا زميلي كريم احمد في مداخله على الهواء مباشره انه كان بيغطي التمرين، قال الراجل كان بيشوف طول النجيله، وكان معاه حتى المهندس بتاع الملعب، المهندس خالد، اللي هو يستكشف يقول له لو في اي تعليق يقول له عايزين مثلا نقصر النجيله شويه، الخطوط مثلا عايزينها تبان شويه او تتحدد بشكل اكبر، وسع لي الملعب، ضيق لي، ايا كان ايا كان، عشان ما افتيش بقى انا كمان واعمل زي الناس تاني واقول لك هو طلب ايه. لكن في كل هو شايفين الراجل ارجع لي بالصوره كده، استنى هات لي، هات لي اللي على الشمال ده اهو، وقف الراجل على الشمال ده، ده المهندس الزراعي اللي ورا، اللي ورا اللي بيصور، ده المهندس بتاع النجيله بتاع الملعب، المهندس خالد ده اللي تواصل معاه كتير جدا كولر. لكن لا قال له الارضيه مش عجباني، ولا قال له في مشكله. طب ما تمشوا كولر يا جماعه بالمره، ما تمشوه بالمره بقى، ده الراجل لسه النهارده بيقول تصريحاته. يعني حتى في إثارة الأزمات ومحاولة إيجادها داخل النادي الأهلي مفيش نوع من أنواع الذكاء؟ اصبر شوية يا سيدي وبعد كده بقول الأزمات دي وهنطلع نرد عليك برضو، مش إحنا عارفين هدفك وعارفين توجهك. فبصراحة حاجة من الحاجات الغريبة جدا. طيب، من الحاجات المنتظر كمان حدوثها، من الوارد، من الوارد، أنا بتكلم معاكم بمنتهى أهو الصراحة وبشكل دغري، من الوارد ان تلاقي خلال الايام اللي جايه بعض من يعني المسؤولين في مختلف الانديه، ماشي ماشي، يطلع يقول لك احنا جبنا الصفقه دي قبل الاهلي وخطفناها من الاهلي. انا بقى عايز اكد لكم حاجه مهمه قوي، والتصريح ده على مسؤوليتي، الاهلي ما فيش اي صفقه دخل فيها غير لما خلصها لصالحه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. احتياجات الاهلي، الاهلي الناس في النادي اتحركوا تجاهها وخلصوها، وخلصوا عناصر كتير جدا انتظارا لتحديد موقفهم. يعني في لعيبه اتفقت مع انديتها ومع اللاعب نفسه وكل الامور خلصت، بس في الاول وفي الاخر ايه؟ بشوف احتياجاتي الاول. لو انا اللاعب اللي انا كنت برغب في التعاقد معاه شفت ان انا لا خلاص مش هحتاجه قوي او مش ده الوقت المناسب ان انا اتعاقد معاه رغم ان هو لعيب كويس، ماشي، فبتراجع بقول له لا شكرا خلاص مش عايزك. فبالتالي اللاعب بيروح ايه؟ الاتجاه الثاني، رغم ان اللاعب رغبته الاولى ارتداء التيشيرت الاحمر. خدت بالك؟ فدي جزئيه برضو تخلي بالكم منها خلال الساعات اللي جايه، ممكن الله اعلم امتى. مفيش حد خطف حاجه من الاهلي، بس بقى لكم الاحداث اهو. من الجزئيات المهمه كمان موضوع معسكر الاهلي، ايه الجديد فيه؟ هل هيبقى في معسكر للاهلي ولا لا؟ كولر تم عرض عليه الامر امبارح في اجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب، اللي هو الاجتماع اللي كان الساعه 12 الظهر في مقر النادي بالجزيره. فكولر بمنتهى الوضوح رد على الكابتن محمود الخطيب قال له طب اديني فرصه افكر واشوف مدى احتياج الفرقه اصلا للمعسكر،
ولا ممكن ان احنا او المعسكر الخارجي بالتحديد، ولا ممكن ان احنا مثلا نعمل معسكر هنا داخلي والامور تمشي بالشكل ده ونحدد القصه. فقال له اديني فرصه بس ان انا ايه افكر واشوف الوضع ايه وارد على حضرتك. يعني النهارده هيكون في رد من كولر بخصوص المعسكر الخارجي، رد من كولر بخصوص المعسكر الخارجي. مش عايز اقول بقى ممكن يكون فين اقرب او كلام من ده غير لما بتكون في حاجه رسميه من النادي طبعا. فدي برضو من الجزئيات المهمه اللي الناس سالت عليها. بالنسبه للفرقه النهارده مفيش تدريبات، في قياسات بدنيه في احدى المستشفيات في مدينه 6 اكتوبر جنبنا هنا، قياسات بدنيه عشان يتحدد كل لاعب اي امور تتعلق بالنسبه له بخصوص الجانب البدني، النواقص، الامور اللي محتاج يشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه، يعني حاجات من اللي بتتعمل دايما قبل بدايه كل موسم. فكان المفروض في مران النهارده، المران اتلغى وبكره الفريق يرجع للمران على طول بعد الانتهاء من القياسات البدنيه اللي ابتدت النهارده تقريبا من الساعه 7 الصبح او 8 الصبح في احدى المستشفيات في اكتوبر ومستمره على مدار اليوم لكل اللاعبين، واللاعبين نفسهم متقسمين على مجموعات، كل مجموعه بتروح في موعد محدد خلال هذا اليوم الجاري. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق والامور تسير في الاتجاه اللي بيرجوه كل جماهير النادي الاهلي المخلصه والمحبه لهذا الكيان والمسانده والداعمه باذن الله تعالى، ان شاء الله يفرحوا من خلال هذا الموسم. اروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار المهمه بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا ونعلق عليها ونوضحها لان ده كان بيكون مهم جدا. ده الحساب الرسمي لمارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي من خلال فيسبوك، كتب وقال: دمج طاقم التدريب في فريق يعيش بروح القميص الاحمر، انا سعيد لانني قادر على الاعتماد على دعم هؤلاء المتخصصين الرائعين في كره القدم، لا يوجد وقت لاهداره، امامنا الكثير من العمل. وفي الحقيقه واضح جدا ان الراجل اول ما جه وصل مطار القاهره بالسلامه راح رايح على النادي. بعد كده امبارح اجتماع على طول مع الكابتن محمود الخطيب في تمرين، رغم ان التمرين كان بالمناسبه المفروض يبقى النهارده. تمام؟ بس التمرين ابتدى امبارح. وكمان النهارده قياسات بدنيه للعيبه. والنهارده هيحدد ملفات كتيره كمان جدا بخصوص المعسكر زي ما قلت لكم، وبخصوص ملف اخر مهم اللي هو موضوع الصفقات يعني. يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار سعيده باذن الله تعالى، يعني بدا يعني خلينا ننتظر. في نفس الوقت ففي واضح جدا حماس كبير وفي شغف عنده، واتكلم النهارده بالمناسبه في المؤتمر الصحفي على حته انه بقاله سنتين ما بيدربش. قال لك يا جماعه احنا كمدربين ساعات بنبقى محتاجين فتره راحه بعد ضغط كبير جدا من المواسم المتتاليه اللي فيها تدريب وبطولات وكلام من ده، دايما بنحب ناخد نفسنا يعني. بخلاف ان هو كان عمل جراحه في رجله لانه من هواة تسلق الجبال في سويسرا، فتعور عمل جراحه في رجله، فعشان كده رغم ان جاله عروض من منتخبات ومن انديه خلال السنتين دول، فقال انا دلوقتي راجع بحماس اكبر للعمل وشغف واضح يعني للتدريب. فدي الحاجات دي بالمناسبه ايجابيه مش سلبيه خالص. قال لك كمان انا كنت بطلع وبشوف وفي افكار كانت في دماغي كنت برتبها وخلال السنتين دول عايز بقى انفذها على ارض الملعب، ان شاء الله اكون موفق في تنفيذها. فالامور مبشره، الامور مبشره، بس التوفيق بتاع مين؟ بتاع ربنا، ان شاء الله باذن الله يكون حليفنا، باذن الله حليف الراجل مع النادي الاهلي. نروح كمان للوطن سبورت. شايفين الخبر؟ قال لك ايه؟ مصير عبد الحفيظ وقمصان في جهاز الاهلي. هو يا جماعه ما تجيبوا لنا كده لقطه من المؤتمر الصحفي. بس عشان نبقى يعني مع بعض على الخط كده، هاتوا لنا لقطه من المؤتمر الصحفي. كابتن سيد عبد الحفيظ موجود ولا مش موجود؟ موجود. ماشي. كابتن سامي قمصاد موجود ولا مش موجود؟ هاتوا لنا الصوره اللي في الاخر اللي هم بياخدوا الصور اللي في الاخر المؤتمر خالص دي تبقى اوضح. كابتن سامي قمصاد موجود ولا مش موجود؟ موجود. هنا في الخبر بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كولر ليس لديه اي ازمه في استمرار ثنائي سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان ضمن الجهاز المعاون له في الفتره المقبله. حلو قوي، جميل وزي الفل. وقال مصدر داخل النادي الاهلي انه بالرغم من وافقه كولر على استمرار الثنائي الى ان هناك اتجاه ورغبه من بعض اعضاء مجلس اداره النادي في الاطاحه بثنائي من اجل تجديد الدماء، خاصه انهما استمر في منصبهما منذ فتره طويله. ممكن يكون ده اللي مضايق حضرتك يعني، مع كامل احترامي ليك اهو حلوه الصوره دي، مع كامل احترامي ليك كاعلامي مثلا بتغطي النادي او ما اعرفش والله مين اللي كاتب الخبر ده، لكن في كل الاحوال ممكن تكون دي رغبتك ان الكابتن سيد يمشي هو الكابتن سامي. بس هل لو كان في نيه اصلا ان هم يمشوا كانوا هيبقوا موجودين النهارده في المؤتمر الصحفي؟ ادي الصوره هي حضراتكم شايفينها. اللي على الشمال خالص ده مين؟ كابتن سامي قمصان. اللي جنبه ده مين؟
الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي ولا مشيوش؟ لا موجودين. هو كان في اتجاه ان يبقى في اضافه عنصر مصري جديد، كان في مناقشات دايره في الحته دي، بس خلاص بشكل رسمي تم اعتماد الجهاز زي ما هو كده ومش هيتم اضافه حد. لكن اي حد تاني يطلع يقول لك لسه الموضوع ده محل دراسه ان ممكن كابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان يمشي، ده برده في اطار الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقالنا يومين، فنخلي بالنا يا جماعه. وبرده هنرد اهو ونوضح على طول، مفيش مشكله خالص، حتى لو اخبار سلبيه زي دي لا نطلع نرد عليها عشان خلاص الدروس بقى اتعلمنا منها بصراحه. يعني تعال نروح لخبر اخر من خلال كوره 11. يبدو ان كولر لا يريد اهدار الوقت، ده حقيقي داخل النادي الاهلي. السويسري يطلب 5 صفقات من اجل تدعيم الفريق لاعاده الالقاب من جديد لدولاب المارد الاحمر. الباقي بقى مش منطقي، يعني بقيه الخبر مش منطقي. الاولاني اه الراجل مش عايز يهدر وقت خالص وشغال بشكل كبير جدا ومستمر وهو بيحب شغله بدرجه كبيره بالمناسبه يعني، لكن في نفس الوقت هيطلب 5 صفقات وهو لسه مش عارف كل حاجه بتخص الفرقه ازاي. بما ان الموضوع ده ذكر يعني، فهو بيتم عرض عليه بعض الاسماء ممكن من الاجانب، ممكن من الاجانب يختار كصفقه جديده او كصفقتين جداد ينضموا للنادي الاهلي مثلا كاجانب. الاهلي دلوقتي على ذمته موجود مين؟ 3 لعيبه لحد دلوقتي، 3 لعيبه علي معلول، ديانج، بيرسيتاو. بيرسيتاو مكمل ان شاء الله يكون موافق، الثلاثه دول فناقص 2 هيتم بقى الاعلان عنهم لاحقا، والراجل ليه دور في الاختيارين دول. تمام، بس كده عشان الامور تبقى واضحه. فده بخصوص هذا الخبر. لكن ما قال لك اصل هنا كاتبين لك ايه، بيقول لك باك شمال وباك يمين ونص ملعب وحاجات كتير جدا. ممكن نتفق او نختلف في حته الاهلي مثلا محتاج ايه ومش محتاج إيه. كل الكلام ده ماشي، لكن ان هو طلب 5 لعيبه وكلام ده مش حقيقي. بالمناسبه الاهلي كمان مرتبط بفتره القيد الافريقي اللي هتقفل يوم 15/9. احنا النهارده 13 صح، فهتقفل امتى؟ النهارده 12، تقفل يوم الايه الخميس الجاي صح. فبالتالي في سرعه في انهاء الملفات اللي زي دي، فلو 5 لعيبه طلبوا من الراجل هتخلصهم امتى؟ هو الراجل اصلا ما طلبش الكلام ده، معلش يعني استحملوا شويه في الرد لان الكلام مهم جدا يتوضح لجمهور الاهلي. مبتدا اجراء جديد من الخطيب وكولر بشان كهربا، تفاصيل حل الازمه. طيب حته موضوع كهربا، الحساب الرسمي مبتدا على تويتر كتبوا ان محمود الخطيب يرفض فكره التخلي عن كهربا، ده حقيقي، ده حقيقي. وطلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اختار اللاعب بحضور تدريبات الفريق والانتظام والالتزام في التدريبات وترك باقي الامور لاداره النادي، ده حقيقي. الكابتن محمود الخطيب مهتم اهتمام شخصي بقصه كهربا لسببين. السبب الاولاني ما ينفعش يكون في لعيب في قائمه النادي الاهلي عنده ازمه، النادي حتى لو ملوش ذنب فيها بس عنده ازمه وانت سيبه في ازمته. السبب الثاني يا جماعه ان في قناعه تامه، في قناعه تامه من الكابتن محمود الخطيب شخصيا ومن كل الفنيين داخل النادي الاهلي بامكانيات كهربا، خصوصا في ظل نظره المواهب في مصر. كهربا عنده امكانيات عظيمه قوي، مهارات فرديه ممتازه، والناس شايفه ان هو هيكون اضافه مؤكده للنادي الاهلي، إضافة فنية مؤكدة للنادي الأهلي لو ركز كهربا، فهيدي كتير جدا للنادي. كمان عنده مهارات تهديفية رائعة، أرقامه كلها ممتازة في كل الأندية اللي لعب فيها. لكن حتة حل الأزمة دي إيه؟ دي بقى حاجة متروكة للنادي ما نقدرش إحنا نستفيد فيها دلوقتي خالص يعني، بس إن شاء الله الأمور يعني تمشي في الطريق الصحيح اللي يكون في صالح فرقة النادي الأهلي بإذن الله، وصالح طبعا لعيب مهم زي محمود عبد المنعم كهربا. ده بخصوص الخبر ده. تعالوا نروح لخبر آخر وده من خلال اليوم السابع على تويتر. الأهلي في المركز 22 بتصنيف الأندية العالمية والزمالك يقفز لل 90. هو الزمالك كان كام طيب قبل ال 90؟ مش عارف، لكن في كل الأحوال الأهلي يعني طبقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن إن الأهلي احتل المركز 22 بعد ما كان الأهلي في المركز 20، وبيتفوق او بيستمر طبعا في المرتبه الاولى في قائمه الانديه الافريقيه والعربيه متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الايطالي، وروما الايطالي، وبورتو البرتغالي، وريفر بليت الارجنتيني. فمركز جيد، بس طبعا احنا اكيد طموحنا اكتر من كده واحسن وافضل من كده بكتير يعني. حتى لو احنا كنا في المركز 20 رجعنا 22، لا نتمنى دايما ان احنا نكون افضل حتى لو في حاجات مهمه زي دي يعني. ده بخصوص ترند الاهلي وبعض الاخبار اللي منها صحيح ومنها غير صحيح، ووضحنا لحضراتكم كل الامور والتفاصيل. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نروح للترند المحلي واهم الاخبار المهمه بعد ما اتكلمنا بشكل كبير جدا في اخبار النادي الاهلي يعني. فنروح للوطن الرياضي وحسام على فيسبوك، كل اللي بيتكلموا على ان فيتوريا خلاص بيضع الرتوش النهائيه لانطلاق معسكر المنتخب في ظل غياب لاعبي الزمالك وكمان لاعبي فيوتشر. المعسكر هيبتدي بكره الثلاث باذن الله تعالى، هيستمر لغايه يوم 17 بالقائمه الاوليه للاعبين اللي هم اللي تم الاعلان عنهم في البدايه. وبعد كده هتفضل الفتره الثانيه والمعسكر مستمره، بس هينضم لهم لاعبي الزمالك وفيوتشر اللي عندهم مواجهات في الادوار التمهيديه سواء للزمالك في دوري ابطال افريقيا او لفيوتشر في الكونفدراليه. وينتهي المعسكر يوم 27 من الشهر الجاري، معسكر مهم ان شاء الله يكون فيه توفيق كبير جدا لفيتوريا رغم بعض الملاحظات بخصوص الجهاز المعاون بمنتهى الوضوح بعض الملاحظات، لكن في كل الاحوال نتمنى التوفيق للجميع لان المصلحه العامه كلها بتقتضي مسانده منتخبنا الوطني الاول. الاختيار جيد كمدير فني وكجهاز معاون ومدرب بي سي في كويس، لكن بعض الاضافات اللي ممكن يكون عليها بعض علامات الاستفهام، لكن ان شاء الله الكل يكون موفق. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي وحسام على فيسبوك وبيتكلموا على ان في مصدر باتحاد الكوره قال ان محمد صلاح لم يعتذر عن معسكر المنتخب. مش عارف ليه دايما يعني بيحصل كلام على موضوع انضمام صلاح للمعسكر، ما طبيعي يا جماعه هينضم. يعني صلاح نفسه واحد اصلا في تصريحات كتير جدا ليه قال انا بحب جدا اروح معسكر المنتخب، ببقى سعيد قوي لما باجي مصر وانضم للمعسكر. ليه احنا دايما كاعلام بتكلم بشكل عام كلنا يعني بنحاول نركز على الحته دي شويه، ان يعني صلاح اصل هو بيفكر ما يجيش، اصل مش مهم المعسكر ده مش ضروري، اصل كام. لا مفيش حاجه اسمها كده، صلاح موجود باذن الله ومفيش ما يمنع انضمامه لمعسكر منتخب مصر على الاطلاق يعني. فدي جزئيه برضو مهمه. طيب خلينا نروح لخبر اخر وازمه كبيره للاسف الشديد يعني. ده من خلال حساب في الجول على تويتر بعد صوره الكنبه، عارفينها صوره الكنبه اللي هي صوره الحكام بتوعنا وهم في احدى يعني يا ريت حتى المراكز الطبيه في مكان ما بيعملوا كشف طبي. وصوره بصراحه محزنه ومخجله ومؤسفه. تدخل الوزير اشرف صبحي طبعا وجه باجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين في المركز الطبي يعني. لكن هنا السؤال، هو فين اتحاد الكوره من الموضوع ده؟ يعني هو يا جماعه مين المسؤول عن الحكام دول؟ يعني الحكام ساعات بننتقدهم، ممكن سياسه او اداره اللي كانت بتديرهم كانت حاجه سيئه جدا، فمظلومين في بعض الاحيان رغم ان هم محتاجين يطوروا من قدراتهم مع كلاتنبرج ان شاء الله يتطوروا. لكن مين يا جماعه اللي مسؤول عن اجراء الكشف الطبي لحكامنا المصريين المحترمين؟ مش المفروض اتحاد الكوره؟ طبعا. طب فين الناس في اتحاد الكوره؟ بيعملوا ايه؟ انا مش عارف يعني ايه دورهم، انا مش عارف لغايه دلوقتي كمان ما تليش اي تصريح من اي حد فيهم بخصوص موضوع الحكام. فللاسف الشديد المنظر والصوره اكيد حضراتكم كلكم شفتوها من خلال السوشيال ميديا، للاسف الشديد صوره مؤسفه ومخجله جدا جدا. نتمنى تدارك مثل هذه الامور يعني عشان دي بتعكس حاجات كتير جدا جدا تتعلق بشكل الكره المصريه يعني. نروح لفاصل بعدين نكمل، يلا بينا. سؤال الحلقه النهارده كان ايه انطباعات حضراتكم عن تصريحات كولر والمؤتمر الصحفي بالتحديد النهارده؟ ناخد تفاعلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه ونبتدي بسعيد صالح. متفائل بيه جدا. ماشي سعده، ان شاء الله باذن الله يكون مدرب كبير ومميز ويضيف للنادي الاهلي. ماشي نرجع واحده. ايوه كده. مهند قال لك الراجل هادي متزن مش بتاع شو وكلام رنان، ربنا يوفقه مع نادينا الحبيب ان شاء الله باذن الله تعالى. نروح للي بعده. حمزه محمد قال ما فيش انطباعات ولا تحليلات، في دعم كامل لنهايه الموسم. والله برافو يا حمزه ان شاء الله، وثقه كبيره في اختيارات الاداره من حيث المدرب او لاعبين، لاننا جميعا نعلم ان اداره الاهلي مصلحه الاهلي فقط هي التي تحكمهم وتحركهم بالتوفيق ان شاء الله. كلام مهم قوي من حمزه، برافو يا حمزه. نروح كمان لتعليق اخير قبل ما نختم. محمود كونجو قال لك انا متفائل جدا وان شاء الله يكون عند حسن ظن جمهور الاهلي العظيم وادارته ويحصد جميع البطولات باذن الله تعالى. يعني دي ابرز تعليقات حضراتكم على او عن انطباعاتكم بخصوص تصريحات كولر في مؤتمره الصحفي.
وان شاء الله اكيد يكون موفق في موسم شاق وهام جدا بالنسبه للاهلي وجمهوره. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقه جديده اخرى من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.